مساء الخير. الضيف علامات استفهام لهذه الليلة دكتور قازم الموسوي الكاتب السياسي، طبعا نناقش معه هذا المساء في علامات استفهام كتابه الصادر حديثا عن دار الفارابي في بيروت بعنوان المطرقة والمنجل في العراق، قراءة في كتابات ومذكرات قيادات شيوعية. أهلا بك دكتور قازم. لا أعرف إذا كان هذا تقنيا تمرين آخر لدراسة التجربة الشيوعية أو الحزب الشيوعي في العراق عن طريق أشخاص وعن طريق تجارب شخصية، وهل هذه التجربة تبعدك عن النظري وتصبح أكثر عملاني في تقييمك؟ بالضبط هو هذا الذي سعيت إليه في كتابة هذا الكتاب، إعادة اعتبار إلى تاريخ الحركة والتجربة وقراءة جديدة، قراءة نقدية لمذكرات ناس عاشوا هذه التجربة. فكل الذين كتبت عنهم هم قيادات شيوعية عاشوا تجربة الحركة الشيوعية بسلبها وإيجابها، بصعوباتها ومشاكلها، وكتبوا عن هذه التجربة. فأنا قمت بقراءة نقدية لهذه المذكرات مع قراءة كتابات لمؤسس الحزب الذي يسمى بمصطلحات الشيوعيين العراقيين الرفيق فهد. فكل شيء حينما نتحدث عنه نقول الرفيق فهد. صدرت له كتابات في أواصل السبعينات في العراق سميت كتابات الرفيق فهد. وأنا بحثت في هذه الكتابات في مقدمة الكتاب ودرستها. وأيضا كان هناك خلط ما بين مذكرات شخصية وبين كتب نظرية للرفيق فهد. بالضبط هو تحدثت عن الجانبين بالنسبة لفهد، تحدثت عن كتاباته الجانب النظري، وتحدثت عن كتاب كتبه رفيق نضاله عاش معه فترة طويلة من بدايات عمله السياسي وسجن معه وكتب عنه، حتى سمى كتابه الحزب الشيوعي تحت قيادة فهد. فكتبت أيضا عن هذا الكتاب قراءة نقدية له. فبالنسبة لفهد جمعت الجانبين، الجانب النظري والجانب العملي. بالجانب النظري أنا أردت أن أذكر الأجيال الجديدة بتجربة هذا المفكر العراقي الذي أعاد نظرية الماركسية عراقيا، أو الذي عرق أو عربها. فكتب في كتاباته عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في العراق بمنظار ماركسي لينيني، وجحدت ظروفه وحقه حتى من قبل من توارث الحزب بعده. فأردت إعادة الاعتبار لهذا الرجل. وفي مقدمة الكتاب والحديث عنه تذكرت ما كتبه عن كل الظروف، حتى شعرت أننا هو كتب في فترة الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي في تاريخ العراق، وكتب كل كتاباته في ظرف كان العراق محتلا أو تابعا للاحتلال البريطاني. فتجربة الاحتلال التي يعيشها الشعب العراقي الآن، حينما تقرأ كتابات فهد تجد نفسك وأنه كأنه كتبها الآن. يعني للأسف لا يوجد من ورث تراث فهد بشكل صحيح وعاش هذه التجربة. كيف كان تراث فهد؟ طبعا يعني سأتكلم أكثر عن بقية الأشخاص، لكن تراث فهد في تاريخ الحزب الشيوعي كنت تكلمت منذ قليل أنه وكأنه تريد إعادة الاعتبار لهذا الرجل، وكأنه لم يكن له اعتبار أو فقد اعتباره بتجارب الشيوعيين الآخرين. لم يفقد الاعتبار، وإنما كأنما نسي بالتجربة. وصدرت هذه الكتابات في عام 1976، ولم يعد طبعها مرة أخرى. وكما تعرف أن الظرف الذي كان يعيشه العراق في تلك الفترة وبعد انهيار الجبهة الوطنية بين الحزب الشيوعي وحزب البعث، أعدمت كل الكتابات والكتب التي صدرت في تلك الفترة. فبعد أواسط السبعينات أو أواخر السبعينات إلى الآن لم يعد طبع كتابات فهد، وغابت عن الحزب والشارع والفكر السياسي. فأردت أن أقول أن هذا الرجل كان من أبرز المفكرين اليساريين العراقيين، الذي ترجم الفكر الماركسي عراقيا، وكل كتاباته تصلح الآن أو كثير من عندها يصلح الآن لظرف العراق الذي يعيش تحت الاحتلال الأمريكي الآن. كتب عن الحياة العمال، حياة الفلاحين، عن الديمقراطية. فمثلا يذكر أن العراق في تلك الفترة يسمى بلدا ديمقراطيا، ولكن لا توجد فيه مؤسسة ديمقراطية. كل المؤسسات التي
تحكم العراق سواء كانت الحكومة أو البرلمان لم تكن ديمقراطية. البرلمان مثلا رئيس الوزراء نور السعيد يأتي إلى البرلمان ويقول يخاطب أعضاء البرلمان لولا أنا لما كنتم أنتم هنا. وقسم من عندهم اعترف بعد ذلك أنه سمع اسمه نائبا في البرلمان وهو في سيارته من الراديو. فهكذا كان وحدث تحدث عنه فهد. أيضا الجانب الآخر فهد شرح مفهوم درس الاقتصاد وشرح المفهوم الاقتصادي والتطور الرأسمالي في العراق، دور الطبقة العاملة العراقية، دور الفلاحين، ناضل من أجل التغيير الديمقراطي والتغيير الاجتماعي. كذلك كتب في الجانب مفهوم الإمبريالية ومفهوم الاستعمار، كيفية التعاون مع القوى الوطنية الأخرى في الجبهة الوطنية وكيفية التحالف بين العمال والفلاحين. كل هذه المواضيع هو كتب عنها ودرسها. طيب بعد يعني كمان هناك تجربة أنه العراق مر بتجارب عديدة، منها تجربة الحزب الشيوعي وحزب البعث والانقلابات، المعارك التي حصلت بعد ذلك، إيران، الولايات المتحدة، كل ذلك. هل الآن ما زلت تقرأ هذه الكتاب بعين معجبي أو بعين فيها إعجاب أو بعين فيها نقد، أن هذه القراءة لم تكن على مستوى ما حصل بعد ذلك؟ بين النظرتين، النظرة الأولى أنني قرأتها بإعجاب كونها جزء من تراثي ومن تجربتي، والنظرة الثانية النظرة النقدية، قرأتها أيضا من منظار نقدي. ماذا استطاع هؤلاء القادة أن يقدموه إلى التجربة والحركة، ولماذا لم تنجح هذه الجهود وهذه الكتابات في التطبيق؟ وهذه مشكلة أيضا تعانيها الحركة السياسية العراقية والعربية. هل في لحظة شعرت أنه هذا كلام كله هراء، هذا كلام نظري، لأنه عندما أتيح لهم التطبيق لم يطبقوا ذلك؟ لا يوجد هذا الشيء بما اخترته أنا في هذا الكتاب. ما اخترته في هذا الكتاب كلها عن تجربة عملية عاشها المناضلون، وقدموا فيها خلاصة تجربتهم التي ناضلوا من أجلها. وفيها كما ذكرت في فصول الكتاب عن نوعين من الكتابات، الكتابة الأولى هي عن الحياة الخاصة الفردية، والكتابة الثانية هي الكتابة الشخصية السياسية. في الكتابة السياسية هذا الصراع الذي جرى بين الحركة السياسية والحكم، بين المحكومين والحكام، هذا الوضع هو الذي ناقشته وقرأته ووجدت فيه أنه ما زال بحاجة إلى إعادة القراءة، وما زال بحاجة إلى أن ننظر له من نظرة موضوعية وليس من نظرة الاستهزاء أو السخرية. كتابة المذكرات سلوك غير شيوعي. نعم. هل يعني كيف فسرت انه في حوالي 15 شخصية قيادية شيوعية كتبوا مذكرات، حضرتك عملت على 5 شخصيات، لكن كان في طوق للتعبير عن تجربة فردانية التجربة يعني بشكل او باخر؟ بالضبط هذا ما ذكرته في مقدمة الكتاب، ان الذين اصدروا مذكراتهم في الفترة الاخيرة تجاوزوا فيها قضيتين، القضية الأولى القضية الحزبية، كون الحزب في الفترة السابقة بالتجربة الحزبية يمنع أن يكشف عن الكادر الحزبي والقائد الحزبي، عن حياته الشخصية، عن حياته السياسية، وإذا بهؤلاء الأشخاص أصدروا مذكرات، والمذكرات كما تعرف هي تغطي يعني تجربة طويلة، سنوات من العمل السياسي والعمل الوطني ودورهم والحزب، ففيها ملاحظات كثيرة نقدية وتجارب. ولكن لاحظت أيضا من الملاحظات القيمة التي ذكرتها أن معظم هؤلاء يكتب مذكراته بعد أن يخرج من العمل الحزبي، فأكثريتهم كانوا خارج العمل الحزبي، تجرأ منهم من كتب متحرر من أي قيود، من قيود رسمية. نعم. فقسم عندهم أصدر مذكراته في حياته وهو حي، وقسم من عنده كتب مذكراته ولم يجرؤ على إصدارها في حياته فصدرت بعد وفاته. ذكرت أسماءهم، الذي أصدر بحياته عزيز الحاج وبهاء الدين نوري وباقر إبراهيم، والذي صدرت مذكراته بعد وفاته زكي خيري وصالح دقلا و
عدد آخر من في رحم عجينة وآخرين. في مقدمتك تذكر مجموعة الشخصيات التي نشرت مذكرات: عزيز الحاج، بهاء الدين نوري، واخر إبراهيم، ومن الذي نشرت بعد وفاته: زكي خيري، رحيم عجيني، صالح دكلمة. وصدرت كذلك مذكرات لفاتح رسول بالكردية، وسليم إسماعيل، وكريم أحمد، وشوكة خزندار، وجاسم الحلواني، وتوما توماس، وعبد الرزاق الصافي. وضاعت ما قيل أنه سجلها أو لم تنشر بعد مذكرات عامر عبد الله، كما أصدر عدنان عباس مذكراته بعنوان هذا ما حدث، وحسين سلطان من إعداد ابنه خالد بعنوان أوراق من حياة شيوعي حسين سلطان صبي، وقازم فرهود اليساري طبعا اشتغلت أنت على خمس شخصيات. أولا بشكل عام، وأنت تدرس كل هذه المذكرات الشخصية التي يفترض أن تكون صادقة وصريحة، هل شعرت أن هناك قاسم مشترك ما بين هذه المذكرات؟ قبل أن أسألك عن القاسم غير المشترك بين القاسم المشترك موجود بين هذه المذكرات كلها التي اشتغلت عليها والتي قرأتها أيضا وتابعتها. طبعا مما يلفت الانتباه ويحتاج أن نتحدث عن دائما أن هذه الحركة الشيوعية في العراق لها دور كبير في العمل السياسي وفي التاريخ العراق، ولم تحظى بالاهتمام الكبير الدراسات الأكاديمية. يعني إذا أردنا أن نعدد الكتب التي صدرت عن تاريخ الحركة يمكن أن نعدها بأقل من عدد أصابع اليد الواحدة. أبرز الكتابات التي كتبت عن تاريخ العراق وعن الحركة الشيوعية كتاب للباحث الأمريكي الفلسطيني الأصل حنا بطاطو المعروف، كتابة العراق الطبقات الاجتماعية وضباط الأعراف، وكتابات قليلة جدا بلغات مختلفة. ومن ضمنها القاسم المشترك بين هذه المذكرات مثل ما تحدثت قبل قليل، جانب الأول أن كلهم تحدثوا عن حياتهم، عن ولادتهم، عن عائلتهم، عن بيئتهم بشكل جميل جدا وروائي ومشوق للقراءة. هذا قاسم مشترك يجمع كل المذكرات سواء التي تناولتها أو التي لم أتناولها. القاسم الثاني والمهم وهو الحديث عن السجن. الكل مروا بتجربة السجن في العراق، لم يدخل سياسي إلى العمل السياسي إلا ويدخل السجن ويتخرج منه. وفي السجن في كتابات التي قرأتها في العراق بالذات يتحول السجن إلى مدرسة يتعلمون فيه، يعملون عملا منهجيا. الذي لا يعرف القراءة والكتابة يتعلم القراءة والكتابة، الذي لا يعرف لغات أجنبية يتعلم لغات أجنبية. يوضع فهد في فترة سجنه وضع جدولا يوميا، في اليوم الأول دراسة نظريات الاقتصاد، في اليوم الثاني دراسة الشيوعية العلمية، في اليوم الثالث دراسات عن تاريخ الحركة العمالية العالمية. فتجد الذي يخرج من السجن يتخرج من كلية كاملة. حتى أن في واحدة من الذكريات رحيم عجينة التقى بسكرتير الحزب سلام عادل بعد وجودهم في العراق، وكان كلاهما طالبين في مدرسة واحدة في مدينة النجف. فسأله أنه أين أنت؟ قال له أنا درست الطب في لندن. قال فرحيم سأل سلام وأنت؟ قال أنا تخرجت من جامعة الشعب، من السجون ومن جامعة الشعب درست وتعلمت. وفعلا يعني سلام عادل له كتابات نظرية فكرية بمستوى راقي جدا، أيضا لم يحظى بالاهتمام الكبير. الحاجة إلى كتابة مذكرات كان برأيك وبشكل موضوعي من أجل إبراز دور كل شخص كتب هذه المذكرات، وكأنه كان دوره مبهم مهمش، وكان يريد إثبات دوره الشخصي في التجربة الشيوعية عبر هذه المذكرات؟ ليس كل الذين كتبوا المذكرات من هذا النوع. قسم منهم نعم، قسم منهم أراد أن يلفت الانتباه لأنه كان له دور ما في الحركة السياسية، وقسم من عندهم كتب تحت ضغوط من رفاقه أنك أصبحت في سن قد تغادر هذه الدنيا سريعا، فأين تجربتك وأين خبرتك للأجيال التي تأتي من بعدك؟ فكتبوا ما عاشوه في حياتهم للأجيال القادمة وليس عن إبراز أدوارهم، لأن في العراق القادة السياسيين عرفوا
بشكل كامل، وفي المرات التي وصلوا فيها إلى المواقع القيادية وفترات التي قليلة في العراق التي فيها هامش ديمقراطي، تمكن هؤلاء من أن يبرزوا في الشارع ويقودوا تظاهرات وحركات اجتماعية احتجاجية. الشعب العراقي عرفهم وعرف أدوارهم، إضافة إلى مساهماتهم وكتاباتهم في الصحافة وفي الكتابات المعروفة والمنشورة. هذا جانب. أعود إلى القاسم الآخر المشترك بين هؤلاء، هو أيضا ذكرته في المقدمة، الصراعات الداخلية داخل التنظيم، كلمات الريبة والشك بين القيادات، يكاد الجميع يلتقي بهذه المسألة. وحتى سألت في واحدة من الصفحات سؤال، لماذا انتخبوا هذا السكرتير العام للحزب وهم يضعون عليه هذه العلامات الاستفهام والشكوك؟ ثم ذكرت أيضا، لكن هذه العلامات الاستفهام والشكوك كل ذلك كانت عائدة إلى شكوك يعني أيديولوجي، لأنه يعني خان النظري أو يمارس سلوكا غير شيوعيا، أم هو ريب بارتباطاته الخارجية؟ بأي معنى كانت الريب؟ الريب والشك في الجانب التنظيمي وليس في الجانب الأيديولوجي والجانب العلاقات مع الخيانة أو علاقات مع أطراف أخرى. الجانب التنظيمي الذي يتميز به العراقي بالذات هو الفردية والخشونة في التعامل، فأحيانا يمارس هذا الدور القائد مع بعض القيادات أو ينحاز إلى جانب قومي أو طائفي فيمارس هذا. لكن هذا سلوك روحي داخل الحزب الشيوعي أم داخل أي تكتل أو حزب سياسي هناك شخصية عراقية يعني تفرق؟ هذا موجود في كل الأحزاب، ولذلك تجد أن أغلبية الأحزاب السياسية في العراق انشقت أو حدثت فيها انشقاقات على مر تاريخها. فأيضا من بين القاسم المشترك سؤال عن هذه الانشقاقات، لماذا حصلت؟ وهل كل المنشقين كانوا فعلا هذه المذكرات لم تجب على هذه الأسئلة؟ هذا السؤال الذي سألت، لماذا لم تذكر هذه الانشقاقات وأسباب هذه الانشقاقات وكيف عولجت؟ سلام عادل عالج الانشقاقات بالكونفرنس الثاني، جمع ثلاثة تنظيمات منشقة عن الحزب وأعادهم إلى الحزب وشكل تنظيما موحدا من القوى التي كانت منشقة. لماذا استطاع سلام عادل بالذات أن يجمع هؤلاء بينما الذين سبقوه لم يستطيعوا أو ساهموا في عملية الانشقاق؟ فهذه لم يرد عليها الذين كتبوا هذه المذكرات. وللأسف أيضا ذكرت فيها أن هؤلاء المنشقين أساءوا إلى الحركة السياسية والشيوعية وقدموا خدمة للعدو الطبقي، فهل كانوا هم فعلا شيوعيين؟ هذا أيضا من بين الأسئلة التي يختلف عليها. بعد قراءتك لهذه المذكرات الشخصية، التجربة الشخصية، اللي طبعا عندما تحدث عن تجربة شخصية هناك المطامع، هناك الطموحات، هناك الأحلام، هناك الفانتازيا أيضا في أي عمل، هل ما زلت حضرتك عندما منذ قليل تتحدث عن العدو الطبقي، هل ما زلت حتى الآن تشعر أن هناك كلمات أكبر من التجربة، بمعنى أن هذا العدو الطبقي قد كان بإمكانه أن يكون شريك وطني، أو نظرتنا الطبقية حتى الآن بالتجربة العراقية الجديدة يجب إعادة قراءتها؟ هذا سؤال مطروح الآن في الصعيد الفكري بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبعد الانهيارات التي تمت في التجربة. المطلوب من المفكرين والمنظرين والعاملين في الحركة السياسية قراءة الوقائع الجديدة التي تحدث. العدو الطبقي عدو طبقي باقي، الرأسمالية لم تتغير من الناحية الأيديولوجية، تتغير في ممارساتها وسلوكها، ولكن ما زلت تشعر في العراق أن التناقض الرئيسي هو مع الطبقة وليس مع أعداء وخصوم آخرين؟ ممثلين الطبقات موجودين والصراع بينهم أيضا موجود. يعني الاحتلال أيضا وظف طبقات اجتماعية واستخدمها في طبقات أو طوائف أم الأمر صار. الطبقات الاجتماعية وممثلي الطبقات الاجتماعية من الطوائف ومن الأقليات الأثنية، هؤلاء
هم طبقيا موجودين، ليسوا فقط ممثلين. يعني الحديث عن الطوائف والطبقات أيضا جزء من الاستغلال الاستعماري والإيديولوجيا الإمبريالية في تطبيقها على الواقع. لكن العراق حاليا هل تشعر أنه الطبقة معينة، خلينا نقول البرجوازية الشيعية تلتقي مع البرجوازية الكردية والبرجوازية السنية، يلتقون في مصالحهم أم لا؟ هناك مصالح شيعية وكردية وسنية بغض النظر عن الطبقات. هذا الذي تفضلت فيه هو الواقع الحالي، أن البرجوازية هي برجوازية سواء كانت من هذه الطائفة أو من هذه الأثنية، يلتقون بمصالحهم، ولذلك تجدهم يخدمون المشروع الاستعماري والاحتلال وهم يدعون أنهم يمثلون هذه الفئات أو الطبقات. النظرة الماركسية لهؤلاء أنهم هم يمثلون طبقة البرجوازية وليست الطوائف، ولكن بما أنهم هم يريدون أن يتذرعوا ويستخدموا الطائفة لخدمة مصالحهم، لذلك يأخذون تعبيرات طائفية. كيف برأيك، طبعا هناك مكاتب الرفيق فهد حول تجربة الاحتلال البريطاني، هناك تجربة الاحتلال الأمريكي حاليا، في تجربة الحزب أو في تجربة الشيوعيين تحت الاحتلال البريطاني والاحتلال الأمريكي، هل هناك قاسم مشترك أم حاليا الحزب الشيوعي أو الشيوعيين في العراق يتعاملون مع الواقع وكأنه أمر واقع؟ هذا للأسف الذي ينبغي أن أيضا نتحدث عنه. ما كتبه فهد لم يطبقه ورثته في هذه الفترة، تعاونوا مع المحتل عكس ما كان يعمله فهد. وبالمناسبة المحتل سواء كان البريطاني أو الأمريكي لا يجامل القوى الثورية وقوى التغيير. فحينما شعر المحتل البريطاني أن الحزب الشيوعي أخذ ينشط ويعمل ويعبئ جماهير ويقود تظاهرات وإضرابات عمالية وفلاحية، ألقى القبض على فهد وحكم عليه بالإعدام. وبالمناسبة وهذا شيء أيضا يلفت الانتباه، لحد اليوم الملف عن إعدام فهد في وثائق وزارة الخارجية البريطانية مغلق، لم يفتح، علما بأنه فتحت كل الوثائق التي مرت عليها 20 أو 30 سنة، بينما أعدم فهد في 14 شباط فبراير 1949، أي أكثر من 50 سنة مرت على الملفات ولم تفتح. هذا يعطيني ويعطي الجميع الآن نظرة إلى أن المستعمر الأمريكي حينما كتب بول برايمر في مذكراته التقى بسكرتيري الحزب السابق والحالي ومدح واحدا من عندهم وقدم له التسهيلات في إضافته ووضعه في مجلس الحكم الاحتلال الجديد. فهذا يعني أن الذي ورث الحركة لم يواصل ما كان فهد يطلب من الحركة والحزب التعامل مع كيفية النضال الشعبي ضد الاحتلال. سأحاول في القسم الثاني أن نخوض أكثر في تفاصيل الكتاب ولماذا عملت على شخصيات معينة دون شخصيات أخرى، ونبحث أيضا عن التاريخ العراقي من خلال هذه المذكرات بعد الفاصل. ابقوا معنا.
على ما استفهام في القسم الثاني نناقش هذا المساء كتاب المطرقة والمنجل في العراق، قراءة في كتابات ومذكرات قيادات شيوعية لكاتبه الدكتور قازم الموسوي. دكتور قازم، طبعا ذكرت في المقدمة مجموعة الشخصيات الحية والمتوفاة التي كتبت مذكرات، لكنك عملت على مذكرات خمس شخصيات: زكي خيري، باقر إبراهيم، حسين سلطان، عدنان عباس، قازم فرهود. أولا، هل كان هناك انتقائية ما بين الـ15 أم يمكن الوقت يريد منك أن تعمل على أعمال محدودة؟ كي أكون موضوعيا، أنا كما شاهدت في عنوان الكتاب كتبت قراءة في كتابات ومذكرات قيادات شيوعية، ولم أكتب في الكتابات والمذكرات لأنني لم أبحث في تاريخ الحركة السياسية والشيوعية في العراق، وإنما كتبت عن فهد بحكم كونه مؤسس الحزب والقائد النظري والفكري، والذي كما ذكرت عنه في بداية القسم الأول. وكتبت عن سلام عادل الذي اعتبره الشخص الثاني في القيادة بعد فهد، والذي أيضا لعب دورا فكريا وتنظيميا في تجميع الحزب وتنشيطه. واخترت من بين كل هذه المذكرات التي صدرت وأشرت إليها هذه المجموعة من الكتابات، لأنني وجدت أنها أيضا تعبر بشكل امتداد للكتابات التي ذكرتها لفهد وسلام عادل. زكي خيري كان الشخص المنظر والشخص الثاني في قيادة الحزب فترة سلام عادل وبعد فترة سلام عادل إلى وفاته في المنفى في السويد. وكذلك باقر إبراهيم قاد الحزب في ظروف صعبة جدا وأعاد بنائه في 63، كما نعرف من القرن الماضي صدرت قرارات معروفة، قرار رقم 13 بإعدام كل الشيوعيين، وذهب الحزب من الواجهة إلى العمل السري وإلى المنظمات السرية، وكان باقر إبراهيم هو قائد الحزب الداخلي العملي الذي حاول تجميع المنظمات وإعادة بنائها من جديد. وكذلك كان المتعاونين معه في هذا الجانب حسين سلطان وعدنان عباس. وكذلك كتبت عن كاظم فرهود لأنه أيضا عاش التجربة نفسها وقريب منهم، وناضل وخاض الصراع الداخلي في الحزب وانشق مع مجموعة القيادة المركزية، ثم عاد إلى التنظيم وقاد الجمعيات الفلاحية. وكتبت عن رحيم عجينة بالذات لأنه استمر في الحزب وكتب مذكراته إلى وفاته ورفض أن ينشرها في حياته، فنشرتها زوجته بشرى برتو التي كانت هي أيضا قيادية في الحزب وما زالت حية لها العمر المديد. هذه التجارب لأني شعرت بأنها هي تعبر عن الحركة الشيوعية في العراق منذ تأسيسها إلى الآن، فكتبت عنها بقراءة نقدية لخصت فيها ما كتبوه وما عاشوه وكيفية رؤيتهم السياسية لهذه الأحداث وعملهم السياسي ودور الحزب في الكفاح الوطني، سواء كان من مراحل العراق التاريخية، سواء كان قبل ثورة تموز، بعد ثورة تموز، بعد الانقلابات وبعد الاحتلال. هل من خلال قراءتك لهذه المذكرات اكتشفت شيئا مفاجئا، بمعنى تم الكشف عن ذلك لأنه على لسان أصحابي، أم أن الجميع كان يواكب تجربة تعرفها بشكل أو بآخر؟ هذا الذي ذكرته أيضا في المقدمة وتساءلت عنه، أنه لماذا لم يجري الجواب في هذه المذكرات عن لماذا حصل هذا. كتبوا كلهم تقريبا في مذكراتهم، حتى الآخرين الذين لم أتطرق إليهم في هذا الكتاب كتبوا بهذا المنوال، وصف للأحداث، وصف لدورهم في الحدث، أحيانا يغمطون حق الآخرين، وأحيانا يستغفلون القارئ الذي يريد منهم، وخاصة حينما تقرأ مذكرات القائد الشيوعي الفلاني وتعرف أنه هو قاد عملية أو حدث أو منظمة لها أحداث تاريخية، سواء كان في تاريخ العراق أو في تاريخ الحزب، وتقرأ المذكرات تجده يمر عليها مرورا سريعا وكأنه لم يكن هو المسؤول عنها، أو يتذكر بعض الأحداث دون التفاصيل. وهذا ما ذكرت أيضا لماذا لم يجري التفصيل في هذه الأحداث المهمة التي هي موضع بحث وأحيانا مدح وأحيانا قدح. لماذا لم يجري تفصيل الدور الذي يقوم فيه؟ أنت عضو في المكتب السياسي، والمكتب السياسي هو المعروف، هو الذي يقود عمل الحزب بين مؤتمرين، أنت درت عملك في هذه المنظمات التي لها دور وأحداث في العراق، لماذا لم تدخل في هذه التفاصيل؟ هذا مع الأسف برأيك لم يدخل إلى في هذه التفاصيل بغرض إغفالة، بغرض عدم الحديث عنها، أم أنها ليست لم تكن مناسبة للكلام عنها؟
لا هي مناسبة بحيث بحكم كونها هذه مذكرات شخصية ولكن يعني كنت أشعر أن هناك تصنع في عدم الكلام عن هذه التجربة بالذات، ولكن هناك تقدير لربما يقدر بأن هذا الحدث يحتاج إلى رؤية أوسع من رؤيته هو بالذات ويحتاج إلى موقف من الحزب بشكل عام حتى لا يسيء إلى تاريخه وتجربته، فلا يريد أن يبدي وجهة نظره ورأيه الشخصي. قسم عندهم ذكروا بعض الأخطاء، وخاصة بعد المؤتمر الرابع للحزب حينما جرى فصل عدد كبير من القيادات الحزبية التي لعبت دورا كبيرا في تاريخ الحزب وبدأت في نشر مذكراتها، بدأوا ينشرون ما كانوا يلاحظونه ويرونه في عملهم الحزبي. مثلا حسين سلطان نشر ابنه مذكرات كان يكتبها، كتابات كان يكتبها هو حينما كان في قيادة الحزب، وقدمها إلى الكونفرنس الحزب الثالث أو إلى المؤتمر الوطني الثاني، ولها ملاحظات حول قيادة الحزب، حول دور القائد الحزبي، حول انكسار الثقة بين السكرتير الحزب والقيادة، حول تصرفات بعض القياديين في العمل السياسي والعمل التنظيمي. هذه الأخطاء ذكرت وسميتها أشياء خطيرة في عمل الحزب، لأن الكثير من الحزبيين وخاصة في قاعدة الحزب لا يعرفون ما يجري في القيادات. أيضا في الكتاب الذي كتب عن سلام عادل ونشرته زوجته، نشرت لأول مرة في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي تنشر محاضر المكتب السياسي، وكما تعرف أنهم يعني الأعضاء الحزبيين يرفضون أن يتحدثوا عن أنفسهم، فكيف بنشر محاضر الاجتماع؟ ففي محاضر الاجتماعات في المكتب السياسي فيها معلومات كثيرة خطيرة عن أدوار الأشخاص الذين لعبوا دورا كبيرا في تاريخ الحزب وفي تاريخ الحركة الوطنية والحركة السياسية العراقية، وكذلك في علاقاتهم وتحالفاتهم مع القوى الأخرى. وهذا أيضا ما لفت الانتباه وأشرت إليه، أنه لماذا نحن نتحالف مع قوى سياسية أخرى في ظرف معين، وفي ظرف ثاني نعتبر هذه القوى السياسية قوى معادية وننبذها ونشتمها ونضعها في حيز الأعداء، بينما المفروض أنه هي تعبر عن أفكار وطبقات اجتماعية لها مصلحة بعملية التغيير والتحولات الاجتماعية. هل اصطدمت بهذه القراءات ما بين النظر المثالي وبين المزاج؟ لأنه يعني بالنهاية من يقرر أن يسلك هذا مثلا، أن يسلك التحالف أو العداء، الخصومة أو الصداقة، هو مزاج شخصي. بالتالي هل شعرت أنه كلام النظري وكلام يعني بعيد عن واقع الأمر؟ في المذكرات لا يوجد مثل هذا، لأنه أنا أيضا من ملاحظاتي عليهم أنه الجانب النظري هو النقطة الضعف الموجودة في المذكرات. المذكرات كتبت عن الجانب العملي، كيف هم عاشوا التجربة، ربما لأنها مذكرات، أنا لا أعرف إذا كيف المذكرات بإمكاننا أن نتكلم عن الجانب النظري كيف هم ولكن في مذكرات زكي خيري كونه هو المنظر والكاتب لأكثر البيانات والوثائق الحزبية ذكر ذلك، جمع بين الجانبين، بين مساهماته الفكرية والنظرية في تاريخ الحزب وبين عمله التنظيمي. في كل هذه المذكرات ليس هناك ندم؟ هذا أيضا من النقاط التي تلفت الانتباه، ليس فقط جانب الندم وإنما جانب النقد الشخصي. لا يوجد نقد للتجربة، لا يوجد نقد لدور الفرد هو كقائد حزبي، لماذا قاد انشقاقا، لماذا قاد حركة سياسية مناهضة للحزب، لماذا عمل في حدث سياسي ما زال لحد الآن تتردد أصداءه وعليه خلافات بين وجهات النظر السياسية للقيادة الحزبية وللأحزاب الأخرى. لم يذكر مثل هذا، ولكن كما قلت لك في بعد المؤتمر الرابع الذي عقد في 1984 وانفصال وفصل عدد من القيادات الحزبية الذين نشروا مذكراتهم، نشروا بعض الوثائق التي قدمت احتجاجات للمؤتمر قبل فصلهم. هذه الوثائق ممكن اعتبارها فيها نقد للحزب وللتجربة وليس ندم على العمل الحزبي. كلهم تقريبا أتذكر زكي خير يذكر في مذكراته جملة ضروري أن نذكرها هنا حتى تبين جوابا على سؤالك حول الندم. يقول فيها، هو ندم أو قراءة أخرى أو قراءة نقدية أو تراجع؟ هو
يقول بشكل جميل جدا لا يندم على ما انتهت إليه الأمور وحياته، وعاش تجربة في أيامه الأخيرة مريرة جدا للأسف، أنه كتب عن نفسه قبل رحيلي بفترة وجيزة: في المنعطفات الجدية كنت أحافظ على هويتي الشيوعية وأجد الشعارات السياسية المناسبة للموقف الراهن، وأنا ثوري منذ نعومة أظفاري، ومنذ بادئ ذي بدء اخترت الشيوعية حزبا لي، ولم أتحول عنها ولن أحيد عنها لو ولدت من جديد. طب يعني أريد أنا كباحث وبشكل موضوع، أنا عارف عندك تجربة في هذا الشأن، أيضا من خلال تجربة الأحزاب الشيوعية في العالم، خصوصا بعد انهيار التجربة السوفيتية ووجود قراءات، وأذكر بقراءات أساسا أوروبية حصلت أثناء وجود الاتحاد السوفيتي، أبعد بعض الأحزاب الشيوعية عن التجربة السوفيتية، هل تشعر أن هذا التمسك، هذه الإعادة لأنا شيوعي وأنا فخور بأن أكون شيوعي، يبعد الشيوعي العربي والشيوعي العراقي خاصة عن إعطاء تجربة شخصية موضوعية غير يعني غير ما تكون كليشي غير 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 مقدسة؟ لا، هو في النضال السياسي والعملي في المنطقة العربية بشكل عام والحركة الشيوعية بشكل خاص، المناضل يعرف أنه هو يدخل في عملية صراع مع قضايا كثيرة، ويدخل في تضحيات كبيرة له، وحينما يدخل في العمل السياسي خاصة في الحركة الشيوعية في النظام الداخلي للحزب الشيوعي، يضع أمامك الصعوبات والعراقيل التي ستواجهها بما فيها وصولا إلى الإعدام والمشنقة. فحينما يقتنع المناضل في هذه في العمل السياسي والدخول إلى الحزب الشيوعي، هو مقتنع بما فكر فيه، ولكن طبعا قوة المثال الشخصي يلعب دور كبير في عملية الانتماء للحزب وعملية التواصل مع الحزب. في الحركة الشيوعية العربية خرجت في بعض البلدان، في لبنان، في سوريا مثلا، وفي مصر، بعض القيادات الشيوعية التي لها وجهات نظر في العمل الأيديولوجي للحزب، وخاصة في مسألتي القومية والدين، التي لعبت دورا كبيرا في خلق حالة أيديولوجية حزبية أحيانا تصدر من جهات أخرى فتاوى أو قرارات ضد الشيوعية بسبب موقفها من هاتين القضيتين. هؤلاء الذين لعبوا هذا الدور، قوة الحزب الشيوعي ووجود الحركة الشيوعية سابقا والاتحاد السوفيتي، لعب الدور في غمط حقهم أيضا. صحيح. من العمل في التأثير على التواجد العربي. بقيت الأحزاب الشيوعية لحد الآن تحمل الاسم الشيوعي وتحمل الفكر الماركسي الليني رغم كل الضغوط والظروف التي حصلت بعد انهيار التجربة في الاتحاد السوفيتي والبلدان المعسكرة. هذا عائد إلى عملية القناعة بأن ما بدأوا فيه العمل لم يكملوه أولا، وثم الإيمان بأن الذي اقتنعوا فيه هو الصح، وأنه عليهم أن يواصلوا إنجازه حتى لو مروا بعواقب وعراقيل لم تساعدهم على إنجاز هذه المهمات. في التجربة العراقية هناك يعني بصفة عامة هناك تجربة خاصة للعراق، أولا في نسيجه الاجتماعي المتعدد طائفيا وقوميا، وأيضا في جيرانه من تركيا أو من إيران، ومع ذلك لم تصدر قراءة أخرى مختلفة، قراءة شيوعية لها علاقة بهذه الخصوصية. لم تصدر بهذه الخصوصية لأن الذين عملوا في قيادة الحزب خاصة فهد وسلام عادل عملوا بقناعة وبوعي لمكونات المجتمع العراقي. من الأشياء المهمة مثلا في واقع العراق، في شمال العراق القومية الكردية والشعب الكردي يعمل، الحزب عمل لهم منظمة خاصة في كردستان بحيث سميت منظمة كردستان أو منظمة الحزب الشيوعي في كردستان، وهي تابعة للحزب. وأيضا في المناطق الدينية في المناطق النجف وكربلة كما تعرف، فيها مراقد الأئمة المعروفين في الإمام العلي والإمام الحسين والعباس، وهناك قناعة دينية أيضا متطرفة، ومع ذلك تمكن الشيوعيون من التغلغل داخل هذه المجتمعات وبناء حركة شيوعية أيضا ومنظمات شيوعية داخلهم بقناعات تجمع بين الاثنتين. في حالة
الطقوس الدينية يمارسون الطقوس الدينية، وفي حالة الانتماء الحزبي والتنظيم الحزبي يمارسون التنظيم الحزبي، ولكن أيضا وعي القيادة. كيف كان تم التغطية النظرية عن هذه الإزدواجية، الدين والمطرقة والمنجل في نفس الوقت؟ هو ليست إزدواجية بمعنى من المعاني، وإنما قناعة بأن البحث عن العدالة، البحث عن الحرية، البحث عن المساواة هي قواسم مشتركة للجميع، والتفكير فيها بطريقة أنه يخدمها من مجال الصراع الطبقي، العامل والفلاح، الكادح، المسحوق، المستضعف، ينظر إلى هذه الأمور من منظار كيفية تحقيقها، وليست من منظار رجل الدين الذي ينظر لها ايديولوجية دينية او الرجل الاخر. وكما ذكرت قوة المثال، المثال الموجود في مثلا احد القيادين في مذكراته يذكر انه استطاعوا كسب اقطاعي الى منظمة حزبية، وكل الاجتماعات للخلية الحزبية في بيت هذا الاقطاعي. ايضا كسبوا رجال دين، وكان في عهد سلام عادل في قيادة للحزب كانت منظمة اسمها منظمة رجال الدين الاحرار تابعة للحزب الشيوعي. حينما عملوا منظمات أنصار السلام بعد ثورة تموز أبرز القيادات فيها رجال معممين يعرفون أن هذه المنظمة أنصار السلام اسمها وراءها ومحفزها ومنظمة الحزب الشيوعي ويتضامنون معه. هناك كثير من القيادات الدينية المتنورة التي تقرأ بطريقة أخرى غير الطريقة التي أنتجت الظلامية والفتاوى المعادية للتحرر والتقدم، ينظرون إلى العمل مع الحزب الشيوعي ومع الحركة اليسارية بمنظار أيديولوجي متقدم ومتطور، وحتى يفسرون التاريخ الإسلامي بتفسير قريبا من المادية. ونعرف أن حسين مروة ذهب إلى النجف لدراسة علوم الدين ورجع شيوعيا وكتب عن الفلسفة. في هذا السؤال يقودنا إلى إذا المقارنة ما بين التجربة العراقية للشيوعيين العراقيين وتجربة بقية الأقطار، هل لأننا شيوعيين فنحن نشبه بعضنا، أو هناك تجارب مختلفة برز فيها العراقي عن السوري أو عن اللبناني أو عن المصري أو اختلف؟ هذه فيها أيضا جانبين، جانب أن الأحزاب الشيوعية كانت في لقاءاتها الدورية تلتقي كونها أحزاب شيوعية، وهناك مركز موسكو هو الذي يجمعها ويساعدها في هذا التجميع. بعد انهيار هذه التجربة خفت الاجتماعات بين الشيوعية وأصبح شيء من التمييز، بحيث كنا نعرف حتى داخل الحركة الشيوعية أن الحزب الشيوعي اللبناني متميز في عملية مواقفه التي أحيانا تبتعد عن المركز، وكذلك الحزب الشيوعي السوداني معروف عنه في بناء التنظيم والداخلي ومواقفه أيضا في الداخلية وعلاقاته مع طبيعة المجتمع السوداني، وخاصة التدين المعروف في المجتمع، حتى أن سكرتيره الأخير كان يصلي إبراهيم لقد كان يأم وليس يصلي مع المصلين، يأم المصلين في السجون. فهذه التجارب الآن إذا أخذناها بمنظار النظرة الموضوعية لها نجد أنها متفاوتة ومتباينة، ولكن يجمعها كونها تحمل الغطاء الشيوعي. تقول في هذه القراءة للمذكرات أن من كتب المذكرات لم يكتبوا لم يجيبوا على أسئلة لماذا فشلنا هنا، لماذا انشقينا، لماذا. هل أيضا استطعنا أن نعرف ماذا حصل في 58، لماذا هذا الصدام مع البعثيين؟ هل هناك اعتراف بأننا بما أننا أخفقنا هنا وهنا فهناك مشكلة في الحزب أو في آليات الحزب، وبالتالي المراجعة تأتي بما يلي؟ هذا هو أيضا من بين الأسئلة التي سألت في مقدمة الكتاب، أنه دور الحزب في قيادة الثورة كان دورا فاعلا ومساهما لم يشر له بشكل واسع في المذكرات بحكم كونها مذكرات كما تفضلت، ولكن هناك دراسات حول هذا الموضوع. يعني حينما نقرأ أن قادة الثورة ضباط الأحرار وخاصة عبد الكريم قاسم كان يلتقي عبر وسيط
مع الحزب الشيوعي، ويطلب من الحزب الشيوعي أن يساهم بفعالية في دعم الثورة التي ستقوم بتاريخ كذا. وحتى الحزب عرف تاريخه فأصدر بيانا يوم 12 تموز، والثورة حدثت يوم 14 تموز. يوم 12 تموز 58 أصدر بيانا للمنظمات لدعم التغيير الذي سيحصل قريبا ولخروج الجماهير إلى الشارع، وفعلا حصل هذا. هذا جانب. وجانب آخر، كان يرسل وفودا الحزب الشيوعي يرسل وفودا إلى الاتحاد السوفيتي وإلى الصين وإلى البلدان الاشتراكية، وحتى التعاون مع الحزب الوطني الديمقراطي إلى مصر وسوريا لإبلاغ القيادات الرسمية بعملية التغيير ودعم التغيير الذي سيحدث. وهذا الدور الكبير الذي لعبه لم يجري التطرق له في هذه المذكرات بشكل تفصيلي، لأن الشخص الذي لعب هذا الدور غير أمين عام الحزب سلام عادل، وذكر هذا كذلك عامر عبد الله. عامر عبد الله للأسف مذكراته لم تنشر، ضاعت ولا نعرف كيف، ولكن العلاقات الشخصية معه والدور الذي يذكرنا بما قام به. وأيضا هناك دراسات تاريخية، الكاتب كما ذكرت في أطروحته عن العراق حنا بطاطو ذكر كل هذه التفاصيل، كيف عمل الحزب، المنظمات الحزبية، المنظمة التي كان الحزب عملها في الجيش وسماها منظمة الضباط والجنود الأحرار، وكانت لها صحيفة شبه علنية توزع بين الجنود ويعملون هؤلاء العسكر في دعم الثورة. المتغيرات التي حصلت في العراق الحزب لعب دورا كبيرا فيها، ليس فقط على صعيد الثورة والتغييرات والجيش، حتى على الصعيد الثقافي، على الصعيد الاجتماعي. يعني يمكن القول بدون مبالغة، لا يوجد مثقف في العراق لم يمر في عبر مدرسة الحزب الشيوعي، سواء كان في فترة صباه وشبابه أو في شيخوخته. وكثير من قيادات أحزاب أخرى لهم جذور في الحزب الشيوعي العراقي، سواء كما ذكرت انتماء أو تعاطفا أو صداقة، وقسم منهم أصبحوا شخصيات بارزة في الأحزاب الأخرى وهم أيضا كانوا شخصيات بارزة في الحزب الشيوعي، وقسم بالعكس كانوا في أحزاب وجاءوا إلى الحزب الشيوعي. قسم من الأصدقاء الحزب قدموا مساهمات كبيرة للحزب، مثلا الشاعر المعروف محمد مهدي الجواهري كانت جلدته الرأي العام يكتب الافتتاحيات فيها الرفيق فهد، وكذلك باقي الأحزاب والجرائد الأخرى والصحف الأخرى التي تصدر كانت تنشر مقالات تعرف أن كاتبها هو من الحزب الشيوعي أو شيوعي أو من قيادة الحزب الشيوعي وتنشرها. فهذا جزء من المد الثقافي للحركة الوطنية والديمقراطية ودور الحزب الشيوعي في عملها. هل كنت شعرت ولو لحظة أنه من خلال هذه المذكرات هناك سلوك برجوازي أن تكتب عن نفسك، عن عائلتك، عن تجربتك، عن كل ذلك، فيه نوع من تكبير الذات؟ ليس كل الذين كتبوا مذكرات عندهم هذا الشيء. طبعا هو في مفهوم كتابة المذكرات هو جزء قد يكون المنع السابق من حينما كانوا في الحزب، منعهم من كتابة مذكراتهم التخوف من هذه التهمة أنه تبرجز فكتب عن حياته وتجربته وعائلته. ولكن بما أن أكثرية القيادات الشيوعية أصولها شعبية، وأنت رأيك تشجع، يعني في حقائق لا نعرفها وتشجع على كتابتها، وأصولهم شعبية من فئات اجتماعية برجوازية صغيرة أو كادحة أو مسحوقة، فحينما يكتبوا عنها يكتبوا عنها أيضا بتعبير اجتماعي وطني شعبي، تحس أنه هؤلاء فعلا. مثلا حسين صبي، حسين الذي كتب ابنه نشر ابنه مذكراته، كان عامل، حسين سلطان صبي كان عامل نسيج، ومن عامل نسيج تطور وعمل وأصبح قياديا في الحزب ونشط في تنظيم المنظمات وأصبح ممثلا للجمعيات الفلاحية وكتب في التنظير في الإصلاح الزراعي. كذلك عدنان عباس أيضا عامل ومن عائلة كادحة وشعبية، أيضا تطور في داخل العمل الحزبي في جامعة الشعب. سلام عادل معلم، تخرج من دار معلمين ونشط في، بعد ذلك ترك التعليم ونشط في عمل الحزب وتحول إلى عامل يبيع
ما نسميه بالعراقي التكة والفشافيش والكباب في الشوارع حتى يعيش نفسه ويعيش عائلته ويعيش الحزن. باقي القيادات الأخرى أيضا من هذا النوع يعني هم، فلذلك لم يكونوا برجوازين إلا بعضهم من تظاهر وادعى، فهذه مسألته. على كل حال الكثير بإمكان قراءته بتمعن وبمتعة في كتاب دكتور قازم الموسى المطرقة والمنجل في العراق، قراءة في كتابات ومذكرات قيادات شيوعية. أشكر لك حسن الحضور ونقاش هذا الكتاب بشكل صريح، وأشكر لكم حسن المتابعة. إلى اللقاء. شكرا دكتور.